هيثم اليعسي شاب رافقته الموهبة منذ صغره حتى فرملتها الحرب، إلا أن ظروف النزوح التي تعيشها عائلته لم تثنه أو تحد من مشاريعه التي يفاجئ بها الآخرين بين حين وآخر. كنت من أول يعني أبدع يعني عبر التقنيات يعني مثل الروبين، الماكينة، الباور، القلاب الصغير. يعني قررت بعدها أن يدخل بعالم المقسمات، يعني مثل تقسيم البيوت، تقسيم حاجة ثانية، يعني طور الموهبة. فقررت أول أني أبدع ببيت الشيخ ناجي طاهر، أو هذا الذي كما ترون. في هذا الشكل الهندسي يكشف هيثم عن إمكانات أخرى، ولكن في مجال تصميم وصناعة المجسمات ثلاثية الأبعاد. تقنيات بسيطة استطاع هيثم تجسيد تفاصيل المشروع من كافة جوانبه الخارجية وحتى الداخلية أيضا. يلاحظ على أي حاجة وحبها أو اعجب بها يقوم في تطبيقها عمليا، حتى من الصغر عندما كنت أسير أنا وياه إلى أي مدينة أو أخوانه، أخوالي يقولوا جيب لي يا بس سيارة، جيب لي كذا، أنا أعطيهم سيارة. هيثم إيش تشتي؟ قال ما أريد، ويروح للبيت وأخذ جرور حق شبك وطبق سيارة عمليا من أسلاك بسيطة، وقام يلعب هو وأخوتي فيهم. سنوات مضت ظل خلالها هيثم يحاكي في ابتكاراته صناعة المركبات والدراجات النارية، حتى جاء هذا العمل الهندسي بتفاصيله الدقيقة والجميلة ليكشف عن مصمم ومهندس معماري قادم. ندعو طبعا الجهات المختصة إلى احتوائه وإلى دعمه وإلى تطوير مواهبه. يطمح هيثم ووالده بمستقبل واعد في حال استقرت أوضاع البلاد، ما قد يدفع في تشجيع وتحفيز الموهوبين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة. غير أن مثل هذه الآمال قد لا تجد صدى في المنظور القريب. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.